يأتي المفتري ويقول: أنتم لديكم دين شهواني يبيح الزواج بأربعة. نقول له: أزح قليلا لنوضح لك هذا الحكم. نعود ونذكر أن القرآن والسنة هم دستور الأمة الإسلامية، وهذا الدستور يهتم بكل النواحي المادية، العسكرية، العلمية والاجتماعية. وسنناقش الموضوع من الناحية الاجتماعية، فقد نظم القرآن العلاقات مع الأسرة والعائلة، مع الجيران والفقراء والأيتام. ومن البديهي أن يهتم بأمور المرأة إن كانت مطلقة أم عازبة أم أرملة. وبما أن الموضوع يخص المرأة سنتكلم عنها من الناحية الاجتماعية، فهي تحتاج إلى رعاية مادية نفسية وجسدية، وعلى الرجل التكفل بهذه الأمور، وأوجب عليه الشرع العمل والإنفاق عليها وإكرامها وعدم إهانتها وحسن معاشرتها. لكن ماذا لو كان عدد النساء لا يساوي عدد الرجال؟ هنا تقع المشكلة، فبالبحث عن الإحصائيات وجدنا أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال. نرى في هذه الصورة كل ما هو لونه أزرق ومشتقاته هو زيادة في عدد النساء عن عدد الرجال، بمعدل وسطي 84.5 رجل لكل 100 امرأة. فهذا يعني أن من بين كل 100 امرأة هناك 15 امرأة ستبقى بلا رجل، أي 15%. فهل يوجد عندكم حل لهذه المشكلة بشرط ضمان مستقبل المرأة ودون أن تصبح سلعة رخيصة، ودون نشر الرذيلة وعدم انتشار اللقطاء؟ لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، دولة لا تراعي هذه الأخلاقيات من احترام لحقوق المرأة وضمانها، فتصبح المرأة وسيلة لقضاء رغبات الرجل، ومن ثم رميها لو على حساب أخته أو أمه. وأعلى نسب الخيانة كما هي موضحة في الصورة، فنرى لم تحل هذه المشكلة، إنما أصبحت فسادا اجتماعيا وأخلاقيا، وأصبحت المرأة سلعة رخيصة. لكن الإسلام وضع الحل، فأباح أن يكون تحت رعاية الرجل امرأة أو اثنتان أو ثلاث أو أربعة، لكن بشروط سنبينها فيما بعد. فوضع الله الحل، فتعدد الزوجات كان للحفاظ على حق المرأة ومنعها أن تصبح رخيصة، منع انتشار الفساد والرذيلة، منع انتشار اللقطاء. حل مشكلة النساء اللاتي لا يجدن رجالا ليقوم عليهن بطريقة عفيفة تحافظ على كرامة المرأة. بعد أن بينا بعض أسباب تعدد الزوجات، هناك سؤال: ماذا يمكننا أن نسمي من يمارس الزنا مع العشرات من النساء ومن ثم يتركهن لمصاعب الحياة دون أن يتكفل بهن واستخدامهن للمتعة الجنسية فقط؟ أو عندما تلجأ المرأة للزنا لإشباع رغباتها ومن ثم تترك الرجل لتبحث عن رجل آخر، فبماذا تختلف عن العاهرات؟ أصبح الحفاظ على المرأة وكفالة حقوقها بوجود شهود أمر شهواني، وتركها للذئاب البشرية ليس شهواني. ما لكم كيف تحكمون؟ لنرى بعض الأخلاقيات ونظرة بعض الذين يهاجمون الإسلام في موضوع المرأة. فهنا نرى كبير الملحدين البروفيسور لورنس كروس لا يعتبر زنا المحارم خطأ. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. Listen to me. Wait. Let's give him the respect, please. He's got a justification. You ask me a question, and if you want me to answer, I will. Yeah, of course. Okay. The point is, most societies have a taboo on incest, and it's an empirical one. Generally, incest produces genetic defects. Yes. Okay. And so in general, there's a physiological reason and a societal one why incest is wrong. Yes. Okay? But if you ask me the question, is it, and this is an interesting question, there's an ingrained incest taboo in almost all societies for that reason. Sure. Because societies want to persist, so it works. But if you ask me a priori, for example, the question, if a brother and a sister loved each other and used contraception, is there something absolutely morally wrong about that? And it was once, and they went off and it didn't affect anything else, I'd have to think about it, because I don't think there's any absolute condemnation of that fact. If they love each other and care for each other
and they go off and it doesn't affect any. وهذا تقرير لقناة CNN عن الفضيحة الجنسية التي هزت الكنيسة، وهناك الكثير من هذه الحالات على مر السنين، وهذه نتيجة لعدم حل هذه المشكلة الاجتماعية بطريقة عقلانية لا شهوانية. فيريدون من شبابنا أن ينجروا للانحراف وتفكيك المجتمع، وللذين يقولون أن المجتمعات الغربية لا تعاني من هذا التفتت الأخلاقي، هذا عرض لحالات الاغتصاب والاعتداءات لعدم وجود حلول عملية، وجميع الحلول التي وضعوها لا تكفل الحقوق. الخلاصة: التعدد وضع لحل مشكلة اجتماعية وأخلاقية بطريقة تضمن الحقوق. وإذا سألت امرأة عفيفة تريد أن يكون لها قيمة، ماذا تختارين أن تكوني، زوجة ثانية أم أن تكوني ملكية عامة؟ ستجيب بكل بساطة أنها تفضل أن تكون زوجة ثانية على أن تكون ملكية عامة يستعملها من يشاء من ثم يرميها بلا حقوق. وبهذا نكون قد رددنا على هذه الشبهة بطريقة علمية اجتماعية. تنويها: نحن ذكرنا بعض الحلول التي أوجدها تعدد الزوجات، وسلطنا الضوء على الناحية الاجتماعية، وذكرنا بعض شروط وأحكام التعدد، وليس الكل بضيق الوقت. لمن أراد التوسع فيمكننا إرسال كتب تفصل موضوع التعدد بهذه المقاطع. لا يمكننا جمع كل الأمور الفقهية. إلى أن نلقاكم بشبهة جديدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم. إني أذكر نسوة ورجالا، ما كل حب في الزمان حلالا، دع عنك شعرا في النساء تغزلا، غصن المراهق عنده قد مال. عجبي على سفه النساء وجهلها، أصداف بحر يبتغين رمالا، هن الجواهر في مكان آمن، فلما الخروج لترضي الأنذال.